المزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذة تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية. أستاذ تيسير أرحب بك. أهلا بحضرتك وألف مبروك لمصر وألف مبروك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وألف مبروك لنجاح التجربة الديمقراطية المتميزة في العملية الانتخابية للرئاسة 2024. أستاذ تيسير، دعنا نتحدث عن الأرقام التي تابعناها خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تعليقك على هذه الأرقام من حيث نسب المشاركة وحتى الأصوات الصحيحة وملاحظاتك على ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي. الحقيقة كلام حضرتك مهم جدا. النهاردة بنشوف قدامنا نسبة غير مسبوقة من المشاركة من المواطنين اللي ليهم حق الانتخاب. الناس ما نزلتش إلا بأسباب كتيرة جدا، أسباب أهمها الحيادية التامة اللي حس بيها المواطن إن هو صوته هيكون ليه تأثير في العملية الانتخابية. الدور المهم جدا اللي قامت بيه الهيئة الوطنية للانتخابات في رسم خريطة الطريق للترشيح ثم للإدلاء بالصوت بخطوات متميزة جدا والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين. وجود المواطن المصري بحبه للرئيس، بحبه للوطن، قناعته التامة بالأمن والأمان، استمرار الأمن والأمان، المزيد من الإنجازات والتقدم إلى الأمام، خلى جموع الناخبين ينتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بقناعة تامة وبحب وبرضا تام خلال العملية الانتخابية. الحقيقة أنا عايز بس أخذ كلام حضرتك وأطلع بحاجة، العلاقة بين الأصوات البطلة وبين العدد اللي نزل للأصوات اللي نزلت للانتخابات. ده بيدل على إن المواطن المصري بقى عنده وعي لدرجة إن الأصوات الباطلة بقت نسبة لا تذكر. ده دليل على ان الثقافه السياسيه والوعي السياسي والوعي عند المواطن المصري اصبح مرتفع جدا، مرتفع في مشاركته ومرتفع في طريقه اختياره وخبرته في الاختيار. فالحقيقه عايز اقول ان كل الحب والتقدير ومبروك، مبروك علينا رئيسنا، مبروك على مصر التجربه الديمقراطيه المتميزه. ربنا يعين الرئيس ويقويه في الفتره اللي قادمه على مسؤولياته وعلى طموحات المواطن المصري معاه التي لن تقف عند حد، لأن المواطن المصري عنده طموح كتير جدا وكبير جدا في الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بنوجه له من القلب للقلب تحية وبنقول له يا ريس بنحبك يا ريس. نعم أستاذ تيسير، بخصوص مشاركة الأحزاب المصرية في هذه الانتخابات من خلال ثلاثة مرشحين وأيضا المشاركة على أرض الواقع قبل الانتخابات من خلال حملات دعائية مختلفة، من خلال حملات أيضا لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، كيف تقرأ هذا الحراك السياسي الذي تشهده مصر في الفترة الحالية ووجود دور للأحزاب عما كان سابقا في الشارع المصري وفي الطبقات المصرية المختلفة؟ أنا بشكرك جدا، السؤال ده حضرتك أنا مبسوط منه قوي وعايز أقول إن الأحزاب يعني مش اتولدت من جديد لكن لقت طريقها ولقت دورها وتواجدت بقوة في الشارع المصري، سواء كان الأحزاب التي أيدت المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الأحزاب الأخرى اللي طلع منها مرشحين زملاء لينا وترشحوا على المقعد الهام في الرئاسة المصرية. الكلام ده ودور الأحزاب أيضا ودور تحالف الأحزاب المصرية ودور حزب إرادة جيل والأحزاب الأخرى كلها، مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والأحزاب اللي شاركت على أرض الواقع من أجل إرساء العملية الديمقراطية، وفي نفس الوقت تواجد حزبي حقيقي على أرض الواقع بمؤتمرات وبلقاءات مع المواطنين وبتفعيل دور الأمانات في الأحزاب. الحقيقة التجربة الانتخابية 2024 لمصر خلت كمان الأحزاب يبقى لها دور وبقت متواجدة وبقى عليها مسؤولية في الفترة القادمة. دور مهم جدا قامت بيه الأحزاب بأعضائها، الأحزاب كلها في مصر قامت بدور متميز جدا، قامت بدور من أجل التفاعل مع المواطن ومن أجل كمان اختيار الرئيس المحبوب لينا الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأحزاب كانت فرصة كويسة جدا منذ إطلاق الحوار الوطني. الحقيقة لابد ان احنا نوضح ان منذ اطلاق الحوار الوطني واطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افطار الاسرة المصرية الى هذه اللحظة خلى الاحزاب في تفاعل وفي تعارف وتقارب وتثقيف من اجل المواطن ومن اجل مصر ومن اجل دور الاحزاب، ونتمنى في الفترة القادمة ان الاحزاب
تبقى اكثر فاعليه ايضا، لان قدامها الطريق ممهد، قدامها الحريه، قدامها الديمقراطيه اللي بتمارسها بحريه تامه. مطلوب من الاحزاب بقى كمان انها تشتغل علشان الانتخابات القادمه، ويبقى نشوف في المجالس النيابيه اعضاء من الاحزاب موجوده في شكل ديمقراطي راقي جميل يليق بمصر ويليق برئيس مصر المحبوب. نعم، أولويات المرحلة المقبلة من وجهة نظرك ما هي، وكيف يمكن أن يكون للأحزاب دور في هذه الأولويات، أن يكون لها دور في التعاون مع الدولة بالطبع، وأيضا التواصل مع الشارع بشكل مستمر؟ مناقشة الموضوعات وخاصة الموضوعات الاقتصادية، مناقشة المشاكل الموجودة، لأن ما فيش بلد ما فيهاش مشاكل. إحنا النهاردة عندنا في الأحزاب في ناس عندها أو أحزاب عندها قيادات وعندها فكر وعندها وعي، وفي وقد نكون على حق وقد نكون على خطأ. التعاون مع الحكومة، التعاون من أجل غدا، التعاون مع الرئيس، الوقوف خلف الرئيس في الفترات القادمة، وقوف سياسي أمام العالم كله. الأحزاب عليها أنها تتفاعل أكثر، عليها أنها تدور على كوادر شبابية، أنها تتحرك في الشارع، على أنها تثقف الشباب أكثر، أنها يبقى لها دور مهم ومتميز مع الدولة المصرية ككل، وخاصة في حل مشاكل المواطن والشعور بمشاكل المواطن وعرضها بطريقة ديمقراطية متميزة راقية، من أجل وصول صوت المواطن إلى الحكومة، أو من أجل وضع مقترحات مع الحكومة من أجل حل مشاكل المواطنين ومن أجل الارتقاء بمصرنا الغالية. نعم، النزاهة والشفافية هي تعبيرات استخدمها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات متحدثا عن الصورة التي ظهرت بها هذه الانتخابات، يعني كيف رصدت ذلك في أعين ربما الغرب؟ كيف تابع هذه الانتخابات من خلال رؤيتك ومتابعتك للموقف؟ الحقيقة أول ما اشتغلت الهيئة الوطنية وبرئاسة المستشار وبرئاسة مجموعة وبعضوية مجموعة القضاة المصري الشامخين، وقبلها بموافقة الرئيس أو بإصدار قانون بإشراف قضائي، خلى الكلام ده كله يقول زي ما سيادة المستشار أعلن إن ما عندناش حاجة نخبيها أو نخاف منها. خلى المؤسسات الدولية تيجي وأهلا وسهلا بيهم وإداهم الموافقة للمراقبة على الانتخابات عشان نطلع بنتيجة. النتيجة دي من أجل مصر مش من أجل حد. أكدت النتيجة اللي طلعنا بها في الآخر في نهاية الانتخابات إن مصر بتمر بتجربة انتخابية ديمقراطية راقية، وأنا بتأكد على الرقي في التجربة الانتخابية اللي فاتت دي، من غير مشاكل، من غير أي منازعات، من غير أي مشاكل بين المرشحين وبعضهم، حاجة فعلا تليق بالمواطن المصري إن حاجة تبقى جميلة ومشرفة للعالم. كان نتيجتها التقارير اللي طلعت من المؤسسات الدولية اللي بتأكد على نزاهة الانتخابات وعلى حرية الانتخابات وعلى ديمقراطية الانتخابات، وإن المؤسسات دي عدت على اللجان ولقت الإشراف القضائي في كل اللجان، ولقت التواجد الكثيف في كل اللجان، ولقت الحرية، وسألت الناس أنتوا عندكم مشاكل، الناس قالت لا. دي شهادة حق للقيادة السياسية إنها عندها إصرار على إسراء العمليات الديمقراطية في مصر، وعلى ان كمان الهيئه الوطنيه للانتخابات قامت بدور متميز جدا، مستشارين محترمين، قضاه شامخين نفخر بيهم، وتخلينا في النهايه نقول انا بفتخر ان انا مواطن مصري على ارض مصريه بالتقدم اللي احنا شايفينه. عايز اقولها بلغه بسيطه كده، مصر بتنور، مصر بتطلع للامام، مصر بتتقدم للامام. في بعض الطموحات، انا مش عايز اقول مشاكل، لكن في عندنا طموحات كتير قوي، وده حقنا كمواطنين وحقنا كناس ان احنا يبقى لنا طموح في المستقبل. ولكن التجربه الحقيقيه اكدت ان المواطن المصري ابن البلد الجدع الحر اللي هو بيحب بلده وبيحب قيادته، وقت الجد يقف راجل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المراه وذوي الهمم والشباب المتميز اللي احنا شفناه بطريقه غير عاديه، قلنا في النهاية أدي المصري اللي كلنا نفتخر إن احنا نكون مصريين وواقفين خلف رئيس قوي احنا بنحبه ومتمسكين بيه ومعاه طموحنا بيزيد.
ربما هذا ما عكس النسبة التي ظهرت الأصوات الباطلة، نسبة الأصوات الباطلة يعني بلغت 1.1%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمن ذهبوا للتصويت. هي تعكس ما تذكره أستاذة تيسير فيما يخص الوعي لدى المواطن والحرص على مصلحة هذا الوطن. ده صحيح، نسبة الأصوات الباطلة لفتت نظري قوي أول ما طلع سيادة المستشار وقالها، لأنها بتمثل وعي المواطن المصري وثقافته. أنا الانتخابات اللي فاتت كانت نسبة الأصوات الباطلة بتاخد المركز الثاني، النهاردة من نسبة الأصوات الباطلة بتاخد المركز الأخير. ده دليل على أن المواطن اللي دخل يختار اختار بشفافية، اختار بحرية، اختار صح، ما الورقة بتاعته يعني النسبة بتاعته فيها كانت عالية جدا، دليل على ثقافة المواطن المصري أنها ارتفعت، دليل على أن علمه بطريقة الانتخاب ارتفعت، دليل على أنه كان بينتخب وهو في راحة نفسية، ما هوش مضغوط، لأنه هو لو كان متضايق كان علم على ورقته غلط، كان بوظ صوته، كان إلى آخره. فده دليل على أن النهاردة المواطن المصري بيعيش عصر حرية وعصر ديمقراطية، وأن الأصوات الباطلة لا يعني نسبة لا تكاد تذكر. كل الشكر والتقدير للشعب المصري وللشباب ولذوي الهمم اللي احنا شفناها. شكرا أستاذ تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية.